والمقصود الموقعين عن رب العالمين قسمان. القسم الأول القضاء، والقسم الثاني المفتون. واختلف العلماء في اسم الكتاب، ولم يعرف عن صاحبه هل ضبطه إعلام أم أعلام، الإعلام من العلم إعلام الموقعين، أو أعلام جمع علم إعلام أو أعلم. ذكر في بدايته أسماء المفتين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أسماء المفتين في عصر التابعين، ثم ذكر فيه كتاب عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري في القضاء، وطول في السرد وفي البيان، وسيأتي التنويه عليه بعد قليل. فمن نظر إلى أسماء الأعلام قال أعلام الموقعين، ومن نظر إلى موضوع الكتاب الإعلام وهو الإخبار والأحكام والبيان وهو الغالب على الكتاب، فقال إعلام الموقعين. قال إعلام الموقعين، سماه ابن القيم نفسه في كتابه الفوائد معالم الموقعين. فالخلاف بين أهل العلم، بعضهم يرجح الفتح وبعضهم يرجح الكسر، يعني بعضهم يرجح أعلام الموقعين وبعضهم يرجح إعلام وبعضهم يرجح الأعلام، وهذا صواب لكن أيهما الأرجح، هذا صواب وذاك صواب، لكن أيهما الأرجح اختلفت وجهات النظر في هذا الباب. نظرت أن أغلب الكتاب مباحثه مباحث إعلام وإخبار وبيان أكثر منها سرد أشخاص، والسرد لإعلام المفتين قليل الكتاب، فملت لما يسر الله لي أن حققت الكتاب إلى أنه إعلام الموقعين، وطبعته بإعلام الموقعين. لو أنكم نظرتم إلى الهمزة فهي تحت وليست فوق، يعني هو إعلام وليس أعلم.